السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في وادخلو، بلدية وادخلو، مدينة ليل الفرنسية. المكان هذا يوجد في الحدود الفرنسية البلجيكية. البلاصة هذه ما شاء الله سكانها ناس يعني كالم، يعني ما تسمعش الحس. مش كيما البلاصة اللي يكونوا فيها لي زافريكا والعرب الهنود، هذه الأماكن ديما تلقاهم كالم، خاصة الأماكن اللي جاية في الحدود. انا كنت سكنت على مقربة من هذا المكان، سكنت واحد 7 ولا 8 اشهر. يعني صراحة بلاصة كان من احسن الاماكن اللي سكنت فيهم في فرنسا. مكان جميل وهادئ، جابت شوية تسمع على وسط المدينة. ديما البلايص اللي لقيهم هاكوتي تلقاهم كالم، توجور تلقاهم كالم. مغلقة، أنا قلت لكم أول خطرة نجي لهنا البلاصة هذي، مشني مالف. حتى تنفوت نفوت تما بالسيارة، ما you
خاوتي انا نخليكم ونتعاودوا ان شاء الله في فيديو اخر في مكان اخر ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.